وضمن الاحتفالات بالأسبوع الوطني للمرأة التشادية، نظمت عصر اليوم جمعية الوقوف مع المعاقين جسديا في تشاد بالتعاون مع جمعية العمل من أجل التضامن ودعم الشرائح الضعيفة، جلسة عمل تهدف إلى توعية النساء المعاقات حول البحث عن كيفية إنشاء مشاريع تنموية. المناسبة جرت بمقر الجمعية بحي أم رقيبة. محمود موسى الفيل والمزيد عن هذه الجلسة. في إطار الاحتفالات بالأسبوع الوطني للمرأة الكادية سينافات دورة 2017 الذي يحتفل به في جميع أقاليم البلاد، تجيء جلسة النقاش التي نظمت من قبل نساء جمعية الوقوف مع المعاقين جسديا في كات بالتعاون مع جمعية العمل من أجل التضامن ودعم الشرائح الضعيفة. وتهدف هذه الجلسة إلى توعية المعاقات في هذه الجمعية حول البحث عن كيفية إنشاء مشاريع تنموية ترفع من قدراتهن المهنية إلى جانب الحصول على القروض الصغيرة، وذلك من أجل مزاولة أنشطتهن والتي تتمثل في خياطة الملابس وغيرها من المشاريع الصغيرة. هذا وقد تداخل بعضهن بكلمات للإدلاء بدلوهن والتي تمحورت حول كيفية الحصول على الدعم المالي، مبدين عن أسفهن الشديد برؤية بعض من الأشخاص بإلقاء نظرة دونية إلى المعاقين جسديا والتقليل من شأن المعاق، كما وصفت إحداهن دور المرأة المعاقة في المجتمعات. عليهم ما دور ده هو كل الله بخلقه، عليهم كان الله ما خلقه، أنا الله ده حلو، أنت إنسان ما تقدر تعبه، نحمد الله ونشكره. لازم الناس يفكروا فوقنا، ما خلا يشوفون علينا مشي ما ناس ولا يحقرونا ولا كلا شغل ده ما قليل، حتى الله ذاته يسألهم عشان أنا الله ده أنت إنسان ما تقدر تبدله، خلينا يخطوا شغل ده في راسهم. وانت انسان كنت تدور تسي سوق زي ما هسا جوت كلها كما عندك راس مال ما تقدر تسي. وعلى الجهات المعنيه ان تقف جنبا الى جنب مع ذوي الاحتياجات الخاصه والمعاقين جسديا وكذا المتخلفين عقليا للتخفيف من معاناتهم ودمجهم في الحياه العامه بغيه توفير العيش لهم. كان هذا كل ما لدينا لهذا المساء، قدمناه لكم من الفضائيه التشاديه. كل عام والمراه التشاديه بخير وتقدم واستقرار.